السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا دايما بخير اخواتي واصدقائي. اسعار الدولار والعملات ليوم الخميس 6/7/2023، فضلا منكم وتكرم اتمنى تدعموا قناتي انا وحياتي باشتراك ولايك. هنستعرض حالا باذن الله تعالى سعر الدولار والعملات في البنوك وسعر الدولار في السوق السوداء على قناتي انا وحياتي. اولا سعر الدولار والعملات في البنوك، سجل الدولار الامريكي 30.95 جنيه بارتفاع 5 قروش، الريال السعودي 8.25 جنيه، درهم اماراتي شراء 8.43 جنيه، الدينار الكويتي شراء 100.74 جنيه بارتفاع طبعا في البنوك، الدينار الأردني شراء 43.63 جنيه، الريال القطري شراء 8.50 جنيه، الجنيه الاسترليني شراء 39.24 جنيه، واليورو سجل اليوم في البنوك 33.69 جنيه. سعر الدولار في السوق السوداء، السوق السوداء كل ساعة بحال، الشراء سجل 37.50 جنيه، والبيع سجل 38.18 جنيه. زي ما بقول لحضراتكم السوق السوداء اسعارها كل ساعة بحال، دايما وجودكم في قناتي على راسي من فوق شرف كبير ليا، ربنا يسعد قلوبكم جميعا. أسأل الله لكم الخير كله عاجله وآجله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.